النهارده اهم محاضره في الموضوع، البيزك كونسبت، المبادئ الرئيسيه في دراسه الكورس بتاعنا. يعني لازم الكلام اللي انا اقوله النهارده تبقى حضرتك فاهمه عشان تقدر تحل المسائل بسهوله. فهنتكلم بشكل عام شويه وبعدين نحل مسائل. الشكل العام ده فيه شويه تعريفات بتخص التخيل بتاع الحركه بتاع الاجسام. لازم تبقى فاهم القصه دي، حتى لو ما قدرتش تفهم بنسبه 100% لازم تروح النهارده وتحاول تفهم الكلام ده، عشان ده اللي انت هتبني عليه كل الاستنتاجات اللي هتجي لك بعد كده. احنا عندنا مساله الميكانيكا زي ما كلنا عارفين عباره عن جسم بيتحرك، بحوله لمعادلات رياضيه، ففي الاخر المساله بتاعتي بتقول لمعادلات رياضيه. واحنا عارفين المعادلات الرياضيه ليها شروط حل معينه. لو انت ما قدرتش تحول المساله بتاعتك لمعادلات رياضيه مظبوطه، المعادلات دي مش هتحل، فبالتالي مش هتقدر تجيب حل للمساله. فلازم الاول تتخيل المساله بتاعتك صح، تجيب المعلومات الموجوده في المساله صح، تحول الكلام ده لمعادلات، بعد كده المساله بتبقى مساله رياضه، ومساله رياضه مش صعبه قوي، المهم تبقى متحوله صح. فنتكلم في كلام عام شويه وبعدين نبدا شويه بشويه نروح ناحيه الحاجات اللي احنا عاوزين ايه او المعادلات بتاعتنا. اول حاجه احنا عندنا المساله بتاعتنا عباره عن جسم ريجيد بودي بتحصل عليه مجموعه قوى، الجسم ده بيتحرك. دي المساله الاصليه بتاعتنا. جسم جاسع بتحصل عليه مجموعه قوى، الجسم ده بيتحرك، عاوزين ندرس الحركه بتاعته. الكلام درسناه قبل كده، درسناه قبل كده ليه الجسيم. احنا عاوزين ندرسه بقى للجسم الجاسم. ايه الفرق الاساسي بين الجسم الجاسم والجسيم؟ الجسم الجاسم ده عباره عن عدد لا نهائي من الجسيمات. يعني بدل ما كنت ببص على جسيم واحد بس مساله بسيطه، اصبح عندي المساله كبرت شويه. بقت الرياضه بتاعتها صعبه شويه. المساله نفسيه عاوزه تخيل، لان الجسيم ده نقطه. الجسم بتاعنا بيبقى له شكل، فانت بتبقى محتاج تتخيل هذا الشكل. يبقى المساله بتاعتنا بتنقسم الى ثلاث اجزاء. القوى المؤثره على الجسم عشان تطلع او تحركه. الجسم نفسه، الحركه بتاع الجسم ده. القوى المؤثره دي مش جديده، كلنا خدنا القوى دي، كميه متجهه ليها مقدار، ليها اتجاه، ليها نقطه تسير، بنجيب عزمها ازاي، بنجيب المحصله ازاي، بنجيب مجموعه القوى ازاي، كل ده كلام بسيط ودرسناه بالتفصيل، ومش محتاجين اكتر من كده. مش محتاجين اكتر من انك انت تبقى عارف القوه، تجيب المحصله بتاعتهم ازاي، او مركبات القوى ازاي، تجيب عزمها ازاي. بعد كده الحاجه اللي في النص اللي هي الجسم اللي عندنا. الجسم اللي عندنا مختلف شويه عن الجسيم. الجسم عندنا له كتله زي الجسيم، انما له حاجه اسمها مركز ثقل. ما كانش عندنا في الجسيم حاجه اسمها مركز ثقل، فلازم اعرف اجيب مركز الثقل ازاي، وده اخذناه في المحاضرتين اللي فاتوا او في الاسبوعين اللي فاتوا، وده موضوع بسيط. الاجسام المنتظمه بنبقى عارفين على طول مركز ثقلها. لو جسم مركب نقدر نعمله معادله ونجيب مركز ثقل، بقسمه لاجزاء واعمل الجدول اجيب مركز الثقل بتاع الجسم. له حاجه كمان اسمها عزم القصور، مومنت اوف انيرشيا. اقدر احسبه ازاي؟ خدنا الكلام ده برضه بالتفصيل. يبقى لازم اكون عارف اجيب خصائص هذا الجسم اللي بتندرج تحت ثلاث حاجات: الكتله كام بيديها لي، مركز الثقل حضرتك بتجيبه، المومنت اوف انيرشيا حضرتك بتجيبه، ودي ليها معادلات ثابته وموضوع مش صعب قوي. الحاجه الثالثه بقى حركه الجسم ده اللي هي جديده علينا السنه دي. هو الجسم ده لما يتحرك ايه اللي بيحصل في النقط بتاعته؟ هل كلها بتتحرك بنفس السرعه ولا مختلفه؟ مختلفه طبعا. طب انا اجيب ازاي سرعه نقطه على الجسم ده من نقطه ثانيه؟ المعادلات دي ازاي اجيب عجله نقطه من نقطه ثانيه؟ المعادلات دي هي بقى الجديده علينا، الجديده علينا حركه الجسم ده. فاحنا عشان نعرف حركه الجسم لازم نفصل بين حاجتين: حركه الجسم نفسه وحركه النقط المكونه لهذا الجسم. حركه الجسم نفسه وحركه النقط المكونه لهذا الجسم. لو انا درست سرعات وعجلات بس اللي هي بدرس حركه يعني، هذا النوع من الدراسه بيسمى كاينيماتكس. ما بصيتش لا على القوة ولا الجسم، انا بس ببص على السرعات والعجلات بس، بتكلم عن سرعه وعجله. ازاي عندي عجله اجيب منها سرعه، ازاي عندي سرعه نقطه اجيب منها سرعه نقطه ثانيه، عجله نقطه اجيب سرعه عجله نقطه ثانيه. الكلام ده بنسميه كاينيماتكس. لو دخل معانا القوة في الموضوع بيسموها كاينيتكس، يبقى احنا عندنا كلمتين قريبين من بعض. كاينيماتكس سرعات وعجلات، كاينيتكس اللي هي معادلات الحركه. احنا النهارده والمره اللي جايه هنتكلم على الكاينيماتكس سرعات وعجلات.
يبقى كينيماتكس هي study of positions بتتغير نتيجة التغير ده بيطلع velocities نتيجة الvelocity بتتغير بacceleration. بتكلم الكلام ده على الجسم وعلى الجسيمات المكونة لهذا الجسم. التعريف الثاني اللي احنا اخذناه مع بعض اللي هو ريجيد بودي، وده قلنا يعني ريجيد يعني جاسر يعني صلب يعني ناشف يعني شكله ما بيتغيرش. ده فرض اساسي عندنا ان الابعاد بتاعته ما بتتغيرش، لو هو متوازي مستطيلات يظل متوازي مستطيلات، ابعاده 6 في 8 في 10 يفضل 6 في 8 في 10 ما يتغيرش خالص اثناء الحركه. الكلام ده في شكل الجسم. لو انا اخذت نقطتين على هذا الجسم ولتكن نقطة A ونقطة B مثلا وصلت بينهم يدينا خط، الخط ده أثناء الحركة طوله ثابت. يبقى إذن لما يقول لي ريجيد بودي أو الجسم اللي عندك ده ريجيد بودي معناها أن المسافة بين أي نقطتين مسافة ثابتة، وبالتالي لما أدرس سرعات هذين النقطتين لازم أخذ الكلام معايا في الاعتبار. يبقى إذن موضوع جسم جاسر معناه أو بيصعب عندنا في صورة أن A B دي مسافة ثابتة ما بتتغيرش وأنا بحل المسافة. يبقى ده أحد الفروض. الكلام ده مظبوط؟ لا مش مظبوط بنسبة 100%. أي جسم خلقه ربنا لو أثرت عليه قوة بيحصل له إيه؟ تغير نتيجة لهذه القوة، يا إما انكماش أو تمدد، ده حتى من غير ما تصعد قوة الحرارة نفسها بتخليه يتغير. بس الكلام ده بيحصل قد إيه في الجسم الجاسر؟ أنت بتقيس حركة جسم بيمشي مثلا 10 متر. لو أثر عليه قوة كبيرة جدا هيتغير 2 مللي مثلا. فانت بتقيس 10 متر منهم 2 مللي خطا، فتعتبر ان 2 مللي دول مش موجود عندك في المساله اصلا. فبيحصل تغيرات بس التغيرات لن تؤثر على الارقام بتاعتنا، تغيرات بسيطه جدا لن تؤثر، وبالتالي بنفترض ايديال ان هو الجسم ده ابعاده ثابته. تعرف اللي بعد كده اللي احنا اخذناه برضو البلان موشن اوف ريجيد بودي. وده محتاج ان انا اركز فيه شويه عشان كل الدراسه بتاعتنا بتنصب في الجزء بتاع البلان موشن. تعالى بقى نتخيل الجزء ده معانا مع بعض. ايا كان الجسم بتاع احنا دايما بنتكلم عن توازن مستطيل عشان ان ده حاجه سهله نقدر نتخيلها، انه ممكن يبقى اسطوانه ممكن يبقى اي شكل. افترض ان ده الجسم الجاسر اللي درس الحركه بتاعته. الجسم ده بيتحرك على الترابيزه دي، تمام؟ الجسم ده بيتحرك على الترابيزه دي. لو انا خدت اي نقطه من نقط هذا الجسم ولتكن الكورنر اللي فوق ده، واثناء حركه الجسم ده بشوف هي بتتحرك في المستوى ولا في الفراغ. المستوى، النقطه دي بتتحرك في المستوى موازي لمستوى الترابيزه، مستوى افقي برضه. يعني انا لو خدت في اتجاه الترابيزه دي اكس كده واي كده، النقطه دي حركت في اتجاه يا اما اكس يا اما واي، اما الاثنين مع بعض. النقطه دي نفس الكلام، السنتر بتاع الشكل ده نفس الكلام. لو يعني كل النقط بتتحرك في مستويات متوازيه كلها بتوازي ايه؟ سطح الترابيزه. طيب انا عشان احل المساله دي المساله بتاعتي، هل محتاج ارسم الجسم ده ثلاثي الابعاد؟ لا مش محتاج ارسم الجسم ده ثلاثي. لو انا بصيت كده هشوف النقطه دي او النقطه اللي تحتيها كانهم نقطه واحده، كل الخط الرأسي ده هشوفه خط واحد، اكني برسم بلان، بعمل بلان للشكل بتاعي. فلما ابص بلان للشكل بتاعي، بلان لمحور اكس
ومحور واي، ويبان لي متوازن المستطيلات ده كانه مستطيل عندي في المسألة. المسألة بتاعتنا بنحلها كده، ما بنرسمش دايما الشكل الثلاثي الابعاد. بنبص بلان باين فيه اكس وواي، ويبان الشكل بتاعي على هيئه مقطع من هذا الشكل. انه مقطع فيهم بقى ما يفرقش، لو انت اخذت الوش اللي فوق ده ينفع، واحد تاني اخذ الوش اللي تحت ينفع. ليه؟ لان كل النقط دي ليها نفس السرعه والعجله، كل النقط على الخطوط العموديه ليها نفس السرعه والعجله، فانت محتاج نقطه واحده منهم، لو عرفتها يبقى تعرفت كل النقط. وبالتالي الحركه المستويه للجسم تعرفها ان كل نقط هذا الجسم بتتحرك في مستوى. بمعنى اخر، اي نقطه من النقط دي احداثات اللي بتتغير فيها ايه؟ الاكس والواي. طب والزد؟ لا ما بتتغيرش خالص. طب والسرعه؟ يبقى ليها مركبتين في اتجاه اكس وفي اتجاه واي، والعجله ليها مركبتين، مفيش زد خالص عندنا في المساله. هذا النوع من الحركه يسموه حركه ايه؟ مستوى. قد يكون المستوى بتاعه افقي، وقد يكون مستوى راسي. لو انا خدت متوازن المستوى دي حركته في مستوى السبوره نفس الكلام، بس في الحاله دي وانا بحركه في مستوى السبوره النقط بتاعته بتتحرك في مستويات شكلها ايه؟ مستويات كلها راسيه. فانا برضو هاخد البلان بتاعي اكن باخد السايد فيو بتاع الشكل ده وارسمه عندي في المساله. يبقى انا عندي الحركه المستويه اللي انا بدرسها كل النقط ليها مركبتين في اتجاه اكس واي، بس سرعه ليها مركبتين، موضع له مركبتين، عجله ليها مركبتين، ما عندناش زد في المساله. لو الجسم ده بقى طلع من المستوى ومشي في الفراغ دي بيسموها سبيس موشن. لا دي موضوع صعب بقى، وفي ست معادلات وما يتحلوش اصلا بالايد، لازم بالكمبيوتر. عشان كده احنا بندرس حركه ليه؟ المستوى. يبقى اللي هيبان عندنا في المعادلات بتاعتنا اكس و. يبقى مره ثانيه احنا بندرس الحركه المستويه. ايه الحركه المستويه؟ تعرفها قول بوينتس. موف ان برا البلان. انا بقى المتوازن المستطيل ده ما يهمنيش متوازن المستطيل كله، هاخد بس مسقط افقي ليه بلان بروجكشن، وافترض ده اكس وواي، وده متوازن المستطيل بتاعي يبان بهذا الشكل. الوش ده اللي هو الوش اللي تحت، يعني كأن العلبه دي موجوده كده، وده محور اكس وده محور واي. اللي انا رسمه ده ممكن يبقى الوش اللي فوق، ممكن يبقى سكشن في البتاع دي، ممكن يبقى الوش تحت، كلهم مش هيفرقوا عن بعض، اي واحد فيهم ينفع، وده بيمثل الجسم اللي عندنا. يبقى دي نقطه A ودي نقطه B ودي نقطه C ودي نقطه. كويس. لو انا بتكلم على الجسم ده عاوز احدد مكانه، الجسيم بنحدد مكانه بالاكس والواي. طب والجسم؟ لا ما بنحددش مكانه بالاكس والواي. ليه؟ لان هو فيه 50 اكس و50 واي، فيه عدد لا نهائي. امال بنحدد مكانه ازاي؟ ما بنحددش حاجه اسمها مكان، له حاجه اسمها زاويه. لو انا حددت الزاويه دي ده بيسموه الوضع الزاوي للجسم، الانجولار بوزيشن. يبقى الجسم مختلف عن الجسيم. الجسم بيتحدد مكانه بحاجه اسمها الانجولار بوزيشن اللي هي الزاويه سيتا. يبقى احنا عندنا سيتا دي اسمها الانجولار بوزيشن اوف. طيب سيتا دي بين ايه بقى؟ لو احنا بصينا عليها دي بين خط موجود في الجسم اللي عندنا اللي هو الاي بي، وخط موجود في المستوى اللي بدرس فيه الحركه اللي هو محور اكس. يبقى اذا الانجولار بوزيشن بتاع الجسم الجاسر هي الزاويه بين خط في الجسم وخط ثابت في المستوى. الخط اللي في الجسم ده خد اي خط يعجبك، اي بي اي سي اي دي، اي خط يعجبك، وخط في المستوى اي خط في المستوى، وتجيب الزاويه اللي بينهم. هذه الزاويه بتعبر عن موضع الجسم. يبقى الجسم غير الجسيم في موضوع الموضع. طيب لو الجسم ده بيدور الزاويه دي يحصل لها ايه؟ هتتغير. طب لو الزاويه دي تتغير 2 درجه كل ثانيه، غير لما تتغير 5 درجه كل ثانيه، غير 10 درجه كل ثانيه، كل واحده اسرع من الثانيه، يعني الجسم ده بيحصل له دوران. فتغير السيتا ده بيسموه السرعه الزاويه بتاع الجسم. يبقى اذا الجسم له حاجه اسمها سرعه زاويه مش سرعه.
يبقى سيتا دوت اللي هي معدل تغير سيتا بالنسبة للزمن اللي هم بيرمزوا لها بالرمز أوميجا. هذه الأوميجا بتسمى الأنجلر فيلوستي. يبقى إذن لما أقول لك السرعة بتاع الجسم المقصود بيها إيه؟ المقصود بيها السرعة الزاوية بتاع الجسم. لما أقول لك سرعة لجسيم مقصود بيها الـ V اللي هي 5 سنتيمتر على الثانية في اتجاه X أو في اتجاه Y. الجسم لا، الجسم مقصود بيه السرعة الزاوية، هو بيدور بزاوية بسرعة زاوية دي، بيعمل لفة واحدة في الثانية ولا بيعمل خمس لفات ولا بيعمل 20 لفة ولا بيمشي عكس عقارب الساعة ولا مع عقارب الساعة. ده المقصود بيه السرعة الزاوية بتاع ليه؟ الجسم أو سرعة الجسم. برضو السرعة الزاوية قد تكون ثابتة أو متغيرة. معدل تغير السرعة الزاوية بالنسبة للزمن اللي هي التفاضل الثاني أو سيتا دبل دوت أو أوميجا دوت، كل دي مسميات رياضية أو بيسموها ألفا، دي بتسمى العجلة الزاوية بتاع الجسم الجاذب. وده الفرق الأساسي بين الجسم والجسيم. الجسم له سرعة زاوية، له عجلة زاوية، له موضوع زاوي. الجسيم له سرعة خطية وعجلة خطية وإحداثيات. طيب ده بالنسبة لما يطلب مني سرعة الجسم أو موضع الجسم أو عجلة الجسم. هنيجي بقى حاجة تانية، أنواع الحركة بتاع الجسم ده في المستوى. وده موضوع مهم جدا لأن ده بيحدد لي المسألة دي هحلها إزاي. أنواع حركة الجسم الجاسئ في المستوى. قبل ما نكتب الكلام ده تعال تخيل ده جسم جاسئ بتاع مرة تانية وممكن يتحرك إزاي. الجسم ده لو أنا خدته كده، الخط ده موازي لخط محور إكس وخليته يتحرك في الاتجاه ده بحيث الخط ده بيظل دائما موازي لهذا الحرف، الجسم ده مش هيحصل له أي روتيشن. تاني، الجسم بتاعي بيتحرك في المستوى تحت شرط ان هذا الخط في الجسم موازي لمحور اكس. معنى الكلام ده ان الجسم ده مش هيحصل له اي روتيشن، ده ماشي ما بيحصلوش اي تغير في الزاويه سيتا. هذا النوع من الحركه يسمى حركه انتقاليه. ده ابسط انواع الحركه، ابسط انواع الحركه الحركه الانتقاليه. يعني ايه حركه انتقاليه؟ يعني الجسم ما بيحصلوش اي روتيشن عندك في المسافه. يبقى اول نوع من الحركه الحركه الانتقاليه ترانزيشن موشن، الجسم بتاعي ما بيحصلوش اي روتيشن. كويس قوي. الجسم ده ممكن يعمل الحركه دي بس يمشي في اتجاه اكس، كل النقط تمشي على خطوط مستقيمه. ده كمان نوع من الحركه الانتقاليه بسيط جدا، ان كل النقط لها نفس السرعه ونفس العجله وبتمشي على خطوط مستقيمه ومتوازيه. انما ممكن الجسم بتاعي يمشي حركه انتقاليه بس يتحرك في المستوى ده، يعني ما بيحصلش روتيشن، الجسم نفسه ما بيحصلش، انما هو بيتحرك على منحنيات. الجسم بتاعه ما حصلوش اي روتيشن. يعني ايه حصلش اي روتيشن؟ يعني الخط ده في الجسم اللي عندنا ما زال موازي لمحور اكس، دي برضو حركه انتقاليه ما حصلش روتيشن خالص. انما النقط في الحاله الثانيه دي بتتحرك على منحنيات، انما في الحاله الاولانيه بتتحرك على خطوط مستقيمه. يبقى انا عندي الترانزيشن موشن، الجسم ما حصلش اي روتيشن. منها كم نوع؟ منها نوعين، يا اما النقط تتحرك على خطوط مستقيمه يا اما تتحرك على منحنيات. دول نوعين بتاع الحركه الانتقاليه. ده أول نوع من الحركة. يبقى أنا عندي حاجة اسمها حركة انتقالية. طيب لو أنا جبت جسم بتاعي ورحت مثبت الكلام ده بدبوس هنا وحب الجسم ده بتاعي يدور، ألاقي الجسم ده بيحصل له روتيشن وهو في مكاني حوالين محور معين، ده نوع من الحركة بيسموه حركة دورانية. يبقى أنا عندي حركة انتقالية أو حركة دورانية حوالين محور، أو الجسم بتاعي بقى لا بيعمل انتقالية ولا بيعمل حركة، ده بيتحرك بقى، هو ماشي وفي نفس الوقت بيحصل له دوران. ده النوع الثالث. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الحركه بتاع الجسم، واحده اسمها انتقاليه ما بيحصلش فيها روتيشن، واحده بيدور حوالين محور ثابت في المستوى، واحده لا بيعمل دي او دي، بيعمل حركه عامه اللي هي جنرال بلان موشن. الثلاث انواع دول مهمين جدا نعرفهم مع بعض. تعال بقى نكتب الكلام ده عندي حاجه اسمها ترانزيشن موشن اول نوع،
أو حركة انتقالية. ده المستوى X اللي احنا كنا بنتكلم عليه، وده الجسم بتاعي اللي هي العلبة اللي احنا كنا بنتكلم عليها. الجسم ده بعد شوية عندي احتمالين، يا اما يمشي كده على خطوط مستقيمة فلاقيه بعد شوية بقى هنا كده، يا اما الاقي الجسم بتاعي بعد شويه بقى هنا كده. عشان نقطه ايه توصل من الوضع ده للوضع ده مشيت على خط مستقيم، دي سموها حركه انتقاليه خطيه. في الحالتين الجسم بتاعي ما دارش خالص، دي يسموها حركه انتقاليه خطيه او ريكتيلينير. انما عشان نقطه ايه تروح هنا لازم تتحرك على كيرف عشان تروح الموضع الجديد ده، فدي يسموها كيرفلينيا. دول الكلام اللي احنا قلناه. يبقى انا عندي حركة انتقالية منها نوعين، ريكتيلينير ترانزيشن موشن، ودي حركة انتقالية خطية، يعني النقط تتحرك على خطوط نقط الجسم، تتحرك على خطوط متوازية. وعندي حاجة اسمها كيرف لينير ترانزيشن موشن، حركة انتقالية منحنية نقط الجسم تتحرك على منحنيات. الموضوع بيبقى أصعب سنة من اللي فاتت، لأن الحركة على خط مستقيم طبعا أسهل. لو نقطة بتحرك على خط مستقيم على طول أنا عارف المسافة بتاعتها على الخط، سرعتها في اتجاه الخط، عجلتها في اتجاه الخط، على منحنى الموضوع بيبقى أصعب سنة من كده. طيب الكلام ده كلام جميل نظري. لو أنا عاوز أمثلة بحل مسألة بقى وعاوز أعرف الكلام ده، تخيلوا استنى إحنا عندنا عربية تصعد منحدر بميل على افق زاوية 30 درجة، عاوز احدد نوع حركة العربية دي. هل الصندوق بتاع العربية ده بيحصل له اي دوران اثناء الحركة؟ لا طبعا، ولا الحاجات اللي في العربية دي هتقع. طيب لو خدت اي نقطة من نقط هذه السيارة وتخيلت كده بتحرك على مسار شكله ايه، خد مثلا النقطة دي، بعد شوية تبقى هنا، بعد شوية تبقى هنا، وهكذا، يبقى بتحرك على خط مستقيم. خد النقطة الثانية، خد أي نقطة من نقط هذه السيارة تلاقيها بتحرك على خطوط مستقيمة، يبقى دي ترانسليشن الموشن نوعها ريكتيلينيا. وهكذا كل الأجسام اللي بتعمل ريكتيلينيا ترانسليشن موشن بتعمل فيها نفس التشيك. طب لو أنا خدت نفس العربية دي و بدل ما كانت عربية قلبناها حاجة كده، ده عبارة عن صندوق ربطناه بحبل وعلقنا الحبل ده في السقف أو لايت رود سميه زي ما انت عارف. الصندوق اللي احنا بنلبس الحركة بتاعته اللي هو الصندوق ده، وخدت الصندوق ده سبته ينزل شوية، لو سبته ينزل شوية الخط ده اللي هو افقي في هذا الوضع بعد شويه هيدور مثلا، لا هيبقى بعد شويه كده، بعد شويه هيبقى كده برضه،
يبقى اذا ده ما بيحصلش فيه روتيشن خالص، يبقى اذا دي ترانزيشن موشن. بس لو خدت النقطه دي اللي هي نقطه ايه من هذا الصندوق وشفت يضحك على خط مستقيم، لا لا ما تضحكش على خط مستقيم، تضحك على كيرف وتحديدا على دايره نقطه مركزها النقطه دي، يبقى اصبح دي يسموها كيرف لينير ترانزيشن موشن. وانا بحلها بعرف كل نقطه ليها سرعه في اتجاه المماس ومراكبتين للعجله واحده مماسيه واحده عموديه، انما اللي فوق دي كل النقط ليها نفس السرعه ونفس العجله في اتجاه الخط المستقيم. يبقى انا عندي ترانزيشن موشن منها نوعين، يا اما كل المسائل كيرفيلينير او ريكتيلينير، لازم تحدد من الاول عشان تبقى عارف عندك كم موجود في المسائل. طيب ده النوع الاولاني. النوع الثاني اللي انا اتكلمت عليه اللي هي روتيشن about fixed axis، ودي بقى جديدة خالص علينا. نفترض ان عندي الجسم بتاعي اللي هي علبة التباشير اللي انا كنت بتكلم عليها، رحت جاي النقطة دي ومثبت فيها دبوس، اكن حطيت هنج هنا. الجسم ده لما يحب يتحرك غصب عنه هيحصل له ايه؟ لازم يعمل دوران حوالين النقطه دي، مفيش حل تاني. يعني بعد شويه الخط ده يبقى كده وعلبه التباشير بتاعتك هتبقى بهذا الشكل. لو انت خدت اي نقطه من نقط هذا الجسم ولتكن النقطه دي وشفت المسار اللي بتتحرك عليه، هتلاقي نقطه دي بتتحرك على دايره مركزها النقطه او. لو خدت النقطه دي هتلاقيها بتتحرك على دايره مركزها نقطه او. لو خدت النقطه دي هتلاقيها بتتحرك على دايره مركزها نقطه، وكل النقط بتتحرك على دوائر مركزها النقطه الثابته. هذا النوع من الحركه بيسموه حركه حول محور ثابت. يبقى دي اول ريجيد بودي بوينتس موف اون سيركلز ويز سنتر او. ده في المثال بتاعنا. الحركة الدورانية جديدة علينا شوية، يعني ما خدناش قبل كده حركة دورانية بتاع الجسم. هو اللي ايه اللي سبب الحركة الدورانية؟ عزم. يعني لو جسم ما عليهوش عزم ما يحصلوش حركة دورانية. علبة التباشير دي لو القلب تسع عليها ما لهوش عزوم الجسم ده ما يدورش، وبالتالي اللي يدور للجسم عزم. دي اول معلومة، اي جسم عاوز ادوره اسرع بعزم. لو انا حبيت ادور الدقيق لازم اضغط بالشكل ده، فبحط قوه وقوه عكس بعض في اتجاه وبينهم مسافه معينه. طب الحركه الدوريه نفسها لو احب اوصفها بتحصل ازاي؟ لو العلبه دي دارت بتدور في مستوى افقي، كل النقط بتدور في المستوى الافقي او المستوى الموازي ليه لفوق، يبقى الحركه الدوريه دي ليها مستوى سببها عزم وليها مستوى. طب بتحدث حوالي ايه؟ حول محور. المحور اللي بيدور حواليه العلبه دي اتجاهه ازاي؟ راسي. يعني انا ممكن اثبت محور هنا، ممكن اثبت محور في النص. يبقى الحركه الدورانيه ليها ثلاث حاجات عشان اقدر اتخيلها. اول حاجه سببها عزم، لازم يكون في قوه ليها عزم تسرع الجسم. ثانيا ليها مستوى اللي هو المستوى الافقي. ثالثا ليها محور بيدور حواليه. يبقى انا عندي ثلاث حاجات في الحركه الدورانيه. لو انا بصيت للباب ده لما اجي افتحه ده بيدور حوالين محور، طبعا اتجاه هذا المحور راسي. النقط بتاع الباب ده بتدور في مستويات شكلها ايه؟ كلها مستويات افقيه. يبقى دايما محور الدوران ايه علاقته بمستوى الحركه؟ دايما عمودي على مستوى الحركه. يبقى دي بتدور في مستوى افقي، محور الدوران نفسه راسي. الباب ده بيدور في مستوى افقي، محور الدوران نفسه راسي. عجله العربيه، العجله بتاع العربيه هي بتدور في مستوى افقي ولا مستوى راسي؟ العجله بتاع العربيه بتدور في مستوى راسي حوالين محور بتاع العربيه بتاع العجل افقي. بس عجله العربيه بتختلف شويه عن الباب، ان عجله العربيه المحور بتاع العربيه بيتحرك اثناء حركه العربيه، انما الباب ده المحور اللي بيدور حواليه ثابت ولا متغير؟ هي دي اللي احنا نقصدها بقى. يبقى الحركه الدورانيه بتاعتنا مش اللي المحور بتاعها بيمشي، المحور بتاعها ثابت في مكان. يبقى احنا عندنا النوع الثاني من الحركه اللي هي روتيشن موشن حوالين محور ثابت. تعالى بقى نشوف الكلام ده هيأثر معانا ازاي. لو انا عندي الجسم بتاعي بالشكل ده
وده المحور اللي بيدور حواليه الجسم، يبقى انا عندي كنقطه وعاوز اجيب سرعه اي نقطه وعجله اي نقطه في هذا الجسم ولتكن نقطه اي. اكمن المسافه دي ثابته، وحيث ان نقطه دي نقطه ثابته يبقى نقطه اي لازم تتحرك على دايره ليها بقى سرعه وعجله. نفترض ان الاوميجا بتاعتنا بتاع الجسم كده والالفا بتاع الجسم كده، النقطه دي ليها سرعه في اتجاه المماس في اي هتساوي المسافه من او النقطه الثابته لحد نقطه اي في اوميجا. وعجله النقطه دي يبقى ليها مرتين، واحده رايحه ناحيه المركز واحده في اتجاه المماس. يبقى انا عندي اي اي نورمال بتساوي نص القطر بتاع الدايره اللي بتتحرك عليها في اوميجا تربيع، وعندي ليها مركبه كمان ماسيه نص خط الدايره في الالفا بتاع الجسم. يبقى انا عندي في حاله الحركه الدورانيه عشان اجيب سرعه وعجله اي نقطه محتاج حاجتين، محتاج الاوميجا بكام ومحتاج الالفا بكام بتوع هذا الجسم. اخر نوع عندنا اللي هو جنرال بلان موشن، دي الحركه المستويه العامه. دي بقى الجسم بتاعي لا بيعمل ترانزيشن ولا روتيشن. يبقى اف ذا ريجيد بودي نايزر ترانزيت نور روتيتس زين it makes general plan motion. ودي بقى نوع بيبقى لازم احل المساله التلات مجاهيل بتوعها، ما بقاش محتاج زي الترانزيشن او الروتيشن، بتبقى اسهل شويه من مساله الجنرال بلان موشن. الجسم بتاعي بيحصل له دوران ومفيش محور ثابت، فبتلاقي المساله بتاعتك طويله سنه عن المسائل اللي فاتت. دول ثلاثة انواع من الحركه لازم حضرتك تعرفهم قبل ما تبدا تحل مساله، لان كل مساله من دول بتتحل بطريقه مختلفه عن الثانيه. لازم اعرف المساله بتاعتي ترانزيشن ولا روتيشن ولا جنرال بلان موشن عشان اقدر احل المساله. الكلام ده هيتلاقي محتاج انك انت تضيع فيه وقت شويه عشان تفهمه، لان ده بدايه المساله بتاعتك. هنبدا بعد كده بقى في المعادلات بتاعتنا. اول حاجه هنبدا بالفيلوسيتي ريليشن اللي هي معادله السرعات عشان اجيب سرعه اي نقطه في هذا الجسم. دي اول معادله عندنا في الكورس. عندنا من المسلسل المتجاد ده المحصلة بتساوي ار اي زائد متجه الموضع النسبي. دي معادلة نقدر نستنتجها بسهولة من الرسمة اللي قدامنا دي. لو انا فضلت المعادلة دي بالنسبة للزمن اديني معادلة السرعات اللي احنا بنشتغل عليها، السرعات في بي زائد في بي بالنسبة لي. دي المعادلة اللي احنا بنحل بيها كل السرعات بتاع الجسم، معادلة واحدة بس. بنقعد بقى نطبقها في كل المسائل. طبعا باختلاف النقط ممكن تبقى في سي او في دي او اي نقطة، تنسب اي نقطتين لبعض. لو انا حولت المسألة بتاعتي لمعادلة، معادلة رياضية، عاوز احلها بشتغل بقى بعد كده رياضة. هذا النوع من المعادلات بيسموها معادلة اتجاهية. المعادلة اللي قدامنا دي معادلة اتجاهية. المعادلة الاتجاهية دي تطلع منها معادلتين مقياسيتين، تساوي مركبات الاكس في الطرفين وتساوي مركبات الواي في الطرفين. يعني اجي اعمل ايه؟ اخد الاكس في الليفت هاند سايد بتاع المنتجات في الليفت هاند سايد دي واسويها الاكس في الرايت هاند سايد. ده يدينا معادلة رقم واحد، معادلة جبرية. ونفس الكلام الواي بتاع الحاجات اللي في الليفت هاند سايد بتساوي بتاع المنتجات اللي في الرايت هاند سايد
يدينا معادلة تانية. يبقى أنا عندي المسألة ما بشتغلش دايما على المتجه ده، بشتغل على المعادلات مشتقات بتاعته أو مركبات الـ X والـ Y. فأنا عندي كده المسألة بتاعتي رياضيا عبارة عن two equations. عشان أحل two equations لازم يبقى عندي فيهم مجهولين بس. يبقى أنا عندي المسألة بتاعتي من ناحية الرياضة، أنا في الآخر بترجم المسألة لمعادلات رياضية. فأنا عاوز بقى أحل المعادلات الرياضية دي، عشان أحلها لازم أتأكد أن أنا عندي بس في المعادلتين دول مجهولين. يبقى two equations ممكن أجيب بيهم مجهولين. أنا عندي كام مجهول أصلاً في المعادلة اللي فوق دي؟ عندي سرعة نقطة B ده كمتجه لمركبتين، فأنا عندي مجهولين في نقطة B اللي هما Vx و Vy بتاع نقطة B أو المقدار والاتجاه. نفس الكلام متجه سرعة النقطة إيه في المستوى لمركبتين، فأنا عندي كمان مجهولين. السرعة النسبية دي عارف اتجاهها، احنا قلنا في الجسم الجاسع إن بعرفين اتجاه السرعة النسبية. بقى أنا عندي مقدارها بس لمجهول بالنسبة ليا، فأنا عندي خمس مجاهيل لازم أجيب منهم ثلاثة من رأس المسألة. يبقى المسألة بتاعتي فيها خمس مجاهيل. من ناحية الرياضة عندي خمس مجاهيل. VA دي فيها مقدار واتجاه، أو مركبات X و Y. VB فيها برضو مجهولين، السرعة النسبية ببقى عارف اتجاهها دايما عمودية على الخط الوسط اللي بينهم، قلنا الكلام ده وهنثبته دلوقتي. يبقى أنا عاوز بس المقدار بتاعها، ده المجهول عندي. يبقى أنا عندي خمس مجاهيل لازم أعرف منهم ثلاثة. يبقى المسألة دي كالرياضة عندي خمسة unknowns لازم على الأقل أعرف منهم ثلاثة من رأس المسألة. كل شغلتك في الموضوع أنك أنت تطلع الثلاث المعلومات دول. لازم يديني ثلاث معلومات. فكل شغل في المسألة أول ما بجيب الثلاث معلومات بتبقى حل المسألة اللي عندي. يعني ايه؟ يعني المسألة بتاعتك لما بيديها لك بيديك رأس المسألة ورسمة المسألة. رأس المسألة ده بيحكي لك المسألة دي عبارة عن كذا كذا كذا، ويروح مديك معلومات في النص. ادك مثلا سرعة النقطة ايه مقدارها 5 متر على الثانية، تقول انا عرفت اول معلومة. ادك سرعة نقطة بي مقدارها 3 متر على الثانية، بقى عرفت تاني معلومة. ويروح مديك على الرسمة كده اتجاه معين، اتجاه سرعة نقطة ايه مثلا. يبقى دي التلات معلومات تقدر تحل المسألة بتاعتك. يبقى انت كل تركيزك في المسألة انك انت تجيب ثلاث معلومات تخص هذه المعادلة. المعادلة دي معادلة سرعات، فانا محتاج ثلاث معلومات عن السرعات مش عن ابعاد الجسم. ابعاد الجسم دي ما بتخش في هذه المعادلة. نتكلم بقى شوية بقى عن الـ relative velocity اللي هي VB بالنسبة لي. ده بيسموه relative velocity. بتاع نقطتين على الجسم الجاسع. عندنا لو دي نقطة A ودي نقطة B، ده متجه السرعة الموضع النسبي. هذا المتجه المقدار بتاعه ثابت، ده التعريف بتاعنا. وأنا عندي لو متجه ثابت المقدار أفضله بالنسبة لأي متغير هيدينا متجه آخر. عشان المتجه ده ثابت المقدار، سينس ار بي اي ده مقداره كونستانت، يبقى في بي اي ده عمودي على المتجه ار بي. يبقى اذا في بي اي دي نظريه في تفاضل المتجهات، اي متجه ثابت المقدار لو فضلت يديك متجه اخر عمودي عليه. دي نظريه في تفاضل المتجهات. طيب انا عرفت كده اتجاه سرعه بي بالنسبه ليه. يبقى هاجي اعمل خط عمودي زي 90 درجه، ولو الموجه بتاعتي كده يبقى ده اتجاه السرعه النسبيه. يبقى عرفت دايما اتجاه السرعه النسبيه مقدارها. لو انا عندي دي نقطه A ودي نقطه B وده متجه الموضع النسبي،
السرعة النسبية التعبيه بالنسبة لإيه تعرفها؟ VBA التعريف بتاعها هي VB assuming بافتراض يعني A constant. ده تعريف السرعة النسبية. السرعة النسبية بتاع أي حاجة بالنسبة لحاجة تانية بافتراض إن أنا بنسب دي ده ثابت. فبالتالي لو افترضت دي نقطة ثابتة يبقى نقطة B لازم تدور على دائرة بالشكل ده. يبقى ده هو التغير اللي هيحدث في المنتجع RBA. لو أنا خدت ده زمن تفاضلي يبقى الزاوية دي سيتا، وبالتالي يبقى دي RB ده مقداره بيساوي AB في الدي سيتا. من قوانين الدائرة لو أنت خدت اعتبرت إن ده جزء من محيط الدائرة والزاوية دي زاوية مركزية وده نص القطر، يبقى طول جزء من محيط الدائرة ده عبارة عن نص القطر في الزاوية المركزية. لو أنا فضلت الكلام ده بالنسبة للزمن يديك دي ار بي اي بيساوي اي بي في الدي سيتا، يطلع لك في الآخر ان في بي اي اللي هو مقدار السرعة النسبية بيساوي اي بي في اوميجا. يبقى أنا عارف مقدار السرعة النسبية وعارف اتجاه السرعة النسبية، يبقى أقدر أجيب السرعة النسبية. خلاصة الكلام ده اللي أنا أثبته إن هذا المتجه اللي بيخش معانا في المعادلة له مقدار واتجاه، مقداره عبارة عن المسافة بين نقطتين في السرعة الزاوية بتاع الجسم، واتجاهه على AB من عنده نقطة B with omega. الكلام ده هو اللي بيحل المسألة بتاع السرعة. المعادلة اللي في داخل دي أو المعلومة اللي في داخل دي عاوزين بقى نركز عليها شوية. السرعة النسبية بتاع B بالنسبة لـ A ليها مقدار واتجاه، ده متجه. طب والإثبات اللي فوق ده ممكن بقى تقعد تشوف الإثبات اللي أنا عملته ده بالراحة مظبوط ولا مش مظبوط، إنما في الآخر اللي هنحل بيه المسائل المعادلة دي. المعادلة دي أو المربع ده بيقول إيه؟ إن هذا المتجه بتاع سرعة بي بالنسبة لإيه؟ له مقدار واتجاه. مقداره عبارة عن المسافة بين النقطتين في السرعة الزاوية بتاع الجسم. واتجاهه اللي هو اتجاه في بي إيه؟ هات يعني الوقت المنتجات بتاعته بتبقى عمودية على إيه بي. بس عمودية من عن نقطة إيه ولا نقطة بي؟ من عن نقطة بي. ليه؟ لأن أنا بنسب بي لإيه؟ فإيه هي اللي ثابتة؟ فبي هي اللي بتتحرك. وبالتالي هذا المتجه بيبقى عن نقطة بي. طب والسهم بتاعي هحطه مع سرعة الزاوية بتاع الجسم. دي المعلومة دي هي اللي بتكمل لي المعادلات اللي فاتت. تعالى بقى عشان بس أركز عليها شوية قبل ما نخش في مسائل. لو أنا عندي الجسم كده ودي نقطة سي ودي نقطة دي، وقال لي الجسم ده بيتحرك بسرعة الزاوية في الاتجاه ده، والمسافة دي 20 سنتي، وعاوز اجيب في سي بالنسبة لدي، والزاوية دي 30 درجة. عاوز اطبق الكلام اللي انا قلته قبل كده في الموضوع ده. هو الفي سي بالنسبة لدي ده له مقداره له اتجاه. مقداره عبارة عن سي دي في الأوميجا. سي دي مدهولنا اللي هو 20 في أوميجا باتنين يبقى مقداره 40، واتجاهه عمودي على سي دي من نقطة دي وز أوميجا. عاوز أحط الكلام ده على الرسم. هاجي على النقطة دي وأعمل المتجه بتاعي في اتجاه عمودي كده، وأحط السهم بتاعي مع الأوميجا. أنا مفترض النقطة دي نقطة ثابتة وجسم ده بيدور مع عقارب الساعة، يبقى السهم بتاعي لازم هيبقى في الاتجاه ده. يبقى الاتجاه سرعة النقطة دي بالنسبة لسي. ماشي دي.
لما احب اجيب منتجات او لما احب اجيب المركبات بتاع هذا المتجع اروح اجيب زوايا، الزاويه دي 30 درجه ب 30، يبقى اقدر اجيب بي دي سي كمتجع مقداره اللي هو 40 واتجاهه ساين 30 في اتجاه الاكس ناقص كوزين 30 في اتجاه الواي. اي مساله سرعات لازم اعمل فيها الخطوه دي، وبالتالي يبقى احنا عندنا عشان احل مساله سرعات لازم اعرف اجيب السرعه النسبيه بين نقطتين على الجسم. السرعه النسبيه دي بيجيبها ازاي؟ ليها مقدار وليها اتجاه. مقدارها بضرب الاوميجا في المسافه بين النقطتين، اتجاهها بجيبه من على الرسم. لو انت مثلا حضرتك عاوز تجيب في اتش بالنسبه لاي، ده له مقدار واتجاه. مقداره عباره عن ايه؟ عن اوميجا بتاع الجسم في المسافه اي اتش، اتجاهه بيبقى عمودي على اتش اي من عند نقطه اتش لما عند نقطه اي. مع نقطة اتش ليه؟ لان انا بنسب اتش لي، فليه ليها ثابته؟ انا بنسب دايما اللي انا مش عارفه للي انا عارفه، دايما بنسب الحاجه اللي انا مش عارفها اي اتش لي، يبقى ليه ليها ثابته. والسهم بتاعي بيبقى مع ليه؟ مع الاوميجا. اول ما بتعرف الخطوتين دول وتطبق في مساله او اتنين بتلاقي كل المسائل زي بعضيها، معادلتين في مجهولين عاوز تعرف منهم ثلاثه هيديهم لك يا اما في راس المساله يا اما في راس المساله، تكتب المعادلتين وتحلهم مع بعض. طب ايه بقى اللي بيفرق في مسائل؟ موضوع انك انت تستنتج حركه الجسم، موضوع انك انت تطلع المعادلات من الرسم او المعلومات الموجوده في الرسم، هي دي اللي بتبقى صعوبه في المسائل، بتبقى محتاجه شويه تخيل شويه تدريب. واضح الكلام ده؟ تعالى بقى نشوف المسائل شكلها ايه الحقيقيه بقى. اي اسئله يا جماعه؟ دي المسألة بتاعتها. لو عندنا جسم على آلة مثلث ABC الأبعاد بتاعته 30 و 40 وإدانا في رأس المسألة معلومتين، قال لي VA بيساوي 100 جذر 2 سنتيمتر بالسكن و أوميجا بتاع الجسم ده 2 راديان بالسكن كاونتر كلوك وايز، وادانا رسمه المساله وحط لي عليها السهم بتاع اتجاه سرعه نقطه ايه، وقال لي عاوز في بي وعاوز في سي، عاوز سرعات وما فيش اي حاجه في المساله عن القوه، بدي مساله كاينيماتكس. عاوز اجيب سرعه نقطه بالنسبه على الجسم الجاذب بنسبها لنقطه ثانيه، فانا هنسب النقط دي لنقطه ايه وابدا اكتب المعادله وافصل المعادله بتاعتي واشوف هتعامل معاها رياضيا ازاي. عشان اعمل الكلام ده لازم اتاكد من الاول ان انا اعرف احل المساله دي. عشان احل مسألة السرعات لازم ابقى عارف ثلاث معلومات عن السرعات، فببدا اشوف المعلومات عندي. هو مديني مقدار سرعه النقطه ايه، مديني على الرسم اتجاه سرعه النقطه ايه دي 2، ومديني السرعه الزاويه بتاع الجسم دي 3، اقدر احل المساله دي. وبشكل مباشر هطبق بين بي وايه وسي وايه واحل المساله. هعمل الكلام ده بناء على كام اللي انا قلته. اول حاجه هجيب سرعه نقطه بي،
اكتب العلاقه بتاع السرعات بين A و B، يبقى في بي اللي انا عاوزها في A زائد في بي بالنسبه لي. دي المعادله اللي احنا كنا كاتبينها من شويه. في بي انا مش عارف عنها اي حاجه، في A عارف مقدارها 100 جذر 2، بس عاوز اجيبها كمتجه. كمتجه احنا دايما بنشتغل اكس كده واي كده، فلما المتجه ده يتحلل هتحل مركبتين، واحده في اتجاه الموجب اكس، واحده في اتجاه السالب واي. يبقى اذا ناقص او زائد 1 على جذر 2 في اتجاه الاي، ناقص 1 على جذر 2 في اتجاه الجي، زائد المتجه الثاني بتاع السرعه النسبيه. هذا المتجه له مقدار واتجاه، هذا المتجه له مقدار واتجاه، مقدار اوميجا في المسافه، اوميجا مدهلنا في المساله ب 2. المسافه بين النقطتين دول اللي هي 30 سنتي. طب واتجاهه لازم ارجع تاني على الرسم، انا عاوز سرعه نقطه بي بالنسبه لنقطه ايه، يبقى هرسمها عن نقطه بي، هاجي على الرسم بتاع نقطه بي واعمل خط عمودي واحط السهم بتاعي مع الاوميجا. الاوميجا اللي مديها لنا كاونتر كلوك وايز، يبقى السهم بتاعي في الحاله دي لو انا افترضت ان ايه ثابته، نقطه بي نتيجه لهذا الدوران لازم هتبقى طالعه لفوق، يبقى ده اتجاه سرعه نقطه بي بالنسبه لايه. هاجي اترجم الكلام ده لمتجه، يبقى ده في اتجاه الجي. اجمع الكلام ده كله مع بعضه، يبقى 100 اتجاه الهاي ناقص دي 160، يبقى ناقص 40 اتجاه الجي. نفس الكلام اللي انا عملته هكرره مره تانية، نفس الحدوته هي هي، برضو في اي زائد في سي بالنسبه لاي. يبقى اذا في سي 100 اي ناقص 100 جي من المساله اللي فوق زائد السرعه النسبيه بتاع سي بالنسبه لاي. هرجع نفس الكلام اكرره مره تانية، مقدار هذا المتجه اوميجا في المسافه بين النقطتين اللي هي 40. السهم بتاعي ده او المتجه بتاعه لازم اجيبه على الرسم. انا الرسم خلاص بعد شويه ممكن ارسمه مره تانية هنا، دي نقطه A ودي نقطه C. الجسم بتاعي بيدور عكس عقارب الساعه. هاجي على نقطه C اعمل خط عمودي كده واحط السهم بتاعي. عشان نقطه C تدور حوالين نقطه A عكس عقارب الساعه لازم السهم بتاعي يكون في هذا الاتجاه اللي هو في اتجاه الناقص I. اجمع الكلام ده كله مع بعضه، دي الكلام ده 100 ناقص 80 اللي هي 20 اي ناقص 100 جي. دي المسائل بتاعتنا. المسائل دي صعبه سهله، بس هل كل المسائل بتبقى بسهوله دي؟ مش سهله قوي كده، بتبدا بقى تخش شويه حاجات في الرسم بتبقى عاوزاك تشغل مخك شويه عشان تستنتج، ما بتبقاش المسائل مباشره بهذا الشكل. بمعنى اخر عاوزين بقى نشغل مخنا شويه. لو في المساله دي ادانا في بي بدل في اي، لو قال لك في بي بتساوي 50 سنتيمتر على السكند مثلا وفي اتجاه اكس بدل في اي، نفس المساله كنت هحلها هي هي بس هحل بين اي وسي. طب لو ادانا مساله ثانيه نفس المساله دي بالظبط بس مع اختلاف بسيط، ده المثلث اهو بس قلب نقطه A الناحيه الثانيه وجاب نقطه B الناحيه دي وراح رسم لي حته زياده كده، قال لي في رود هنا كده بيتحرك بين خطين كده، وقال لي في هنا كمان رود كده بيتحرك بين خطين كده والزاويه دي 30 درجه. هل المسألة دي نفس المسألة اللي فاتت؟ لا، مختلفة شوية عن المسألة اللي فاتت. وقال لك المسألة دي أوميجا 2 راديان بالسكن كلوك وايز، وعاوز سرعة سي، يعني عاوز حاجة واحدة بدل حاجتين. أول حاجة المسألة دي تتحل ولا ما تتحلش؟
هنعرف ازاي تتحل ولا ما تتحلش. المجاهيل، اعد المعلومات اللي عندي على السرعات. اول حاجه مدينا الاوميجا في راس المساله معلومه. لما ابص على الرسمه بتاع المساله دي في حاجات جديده على المساله اللي فاتت، والحاجات الجديده دي اكيد ليها معنى معين. الرود اللي بيمر بنقطه ايه ده بيتحرك بالخطين مهشرين، ده معناه ان احنا واخدين سكشن كده في اسطوانه، اكن ده رود كده جوه اسطوانه والاسطوانه دي ثابته، فالرود ده بيتحرك جوه اسطوانه يا اما يمشي في اتجاه اكس او يمشي في اتجاه سالب اكس، وبالتالي كل النقط اللي عليه ما قدامهاش الا حل واحد، يا ليها سرعه في اتجاه اكس يا ليها سرعه في اتجاه السالب ايه. انا طبعا كل النقط ما تهمنيش، انا يهمني النقطه الموجوده عندي في الجسم بتاعي اللي هي نقطه ايه، وبالتالي اقدر اقول من الكلام ده انا عرفت اتجاه سرعه نقطه ايه، يا في اتجاه اكس ولا في اتجاه سالب اكس. نفس الكلام اللي انا قلته على نقطه ايه اقدر اقول على النقطه بي. نفس دي بقى بتطلع ازاي برضو نقطه بي، يا اما تروح في اتجاه 30 درجه فوق او لتحت من الرسمه دي. يبقى انا عندي اتجاه سرعه نقطه ايه، اتجاه سرعه نقطه بي، السرعه زاويه اوميجا. عندي ثلاث معلومات اقدر احلهم مع بعض، بس هل ينفع اروح اجيب سرعه نقطه سي كده مباشره؟ يعني لو كتبت في سي بيساوي في اي زائد في سي بالنسبه لي اقدر احلها؟ ما اقدرش طبعا، لان نقطه سي انا ما عنديش عندها اي معلومات، وعنده نقطه ايه عندي معلومه واحده والاوميجا يبقى عندي معلومتين ما تنفعش. يبقى لازم في المساله دي بيبقى في خطه مختلفه شويه. لازم الاول اروح اقول في بي بتساوي في اي زائد في بي بالنسبه لي واحل المساله دي. بعد ما احل المساله دي اروح اجيب بقى السرعه اللي هو عاوزها اللي هي سرعه النقطه سي. يبقى المسائل بس بتبقى عاوزه شويه تفكير اكتر. بالمناسبه لو انا بدات احل المساله دي، نقطه ايه انا مش عارف اتجاه سرعتها في اتجاه سالب اكس ولا موجب اكس، اعمل ايه؟ افترض ان هو في اتجاه سالب اكس او في اتجاه الموجب اكس. لو انا افترضت سرعه نقطه ايه كده، يبقى بالطبع ان لما تيجي تحط على الرسم ده هتحط سرعه نقطه بي فوق. انما لو كنت افترضت سرعه نقطه ايه في هذا الاتجاه، كان طبيعي انك انت تحط سرعه نقطه بي الى اسفل، المنطق بيقول كده. طب انا مفترض هذه السرعه اعرف اذا كانت صح ولا غلط منين؟ لما احل المعادلات عندي احتمالين، لو طلعت سرعه نقطه ايه باشاره موجبه يبقى الفرض بتاعي ده مظبوط، لو طلعت باشاره سالبه يبقى الفرض بتاعي مش مظبوط. اروح اطبق الكلام ده، يبقى في بي اللي هي مقدارها ما اعرفش بكام، اتجاهها هيبقى ساين 30 في اتجاه الجي ناقص كوزين 30 اتجاه الاي، حللتهم ركبتين. في اي هتبقى في اي في اتجاه السالب اي زائد السرعه النسبيه بتاع بي بالنسبه لايه. لما اجي اجيب السرعه النسبيه بتاع بي بالنسبه لايه، يفضل ان انا ارسمها قدامي كده، دي نقطه اي ودي نقطه بي. السرعه النسبيه بتاع بي بالنسبه لايه عموديه على الخط اللي واصل بينهم، والسهم مع الاوميجا، الاوميجا بتاعتي مع عقارب الساعه يبقى السهم بتاعي الاعلى، يبقى دي مقدارها 2 في المسافه اللي بينهم اللي هي 30 في اتجاه الجي. دي معادله اتجاهيه تقدر تفصلها معادلتين، هتاخد الاكس كومبوننت في الطرفين، الاكس كومبوننت في الطرف ده اللي هي ناقص جذر 3 على 2 في بي، في الطرف ده ناقص في اي، وتاخد الواي كومبوننت في الطرفين نص في بي بتساوي 60. المعادله الثانيه دي تقدر تحلها، يبقى تجيب في بي تطلع 120، تروح تعوض في المعادله اللي فوق تقدر تجيب في اي. جبت في اي بعد كده تروح تعوض بين سي واي مثلا وتكمل بقى الحل بتاعك عادي. كل المسائل لا تزيد عن هذا الموضوع، كل المسائل بتاع الفلوسريشن والاكسلريشن هتلاقيهم نفس الكلام. خلاص الكلام، عشان تحل المسائل دي لازم اول حاجه تبقى عارف حركه الجسم تصنفها ازاي، وده موضوع محتاج شويه تدريب وتخيل، دي اصعب حاجه في الموضوع. شويه الكلام اللي انا قلتهم في الاول البساط دول عاوزه منك تضيع فيهم شويه وقت، لان كل الكورس مبني على هذا الموضوع نوع الحركه. بعد كده المعادله دي معادله خدناها السنه اللي فاتت، ما هيش جديد علينا، بفصلها المعادلتين، كل الرياضه بنعمل فيها كده. اركز بقى ان انا اجيب المعلومات بتاعتي من المساله،
الصعوبة بتبقى فين؟ مش في رأس المسألة، الصعوبة بتبقى في الرسمة بتاع المسألة نفسية. لازم أعرف أقرأ الرسمة صح عشان أقدر أستنتج منها الحاجات. أي أسئلة في الكلام ده؟ تفضل.